كل ملاكم في هذه الجولة الثانية ونحن على مقربة من نهايتها. فالكازاخستاني بكسات سارخانوف متقدم بتسعة مقابل أربعة. جولة كانت قوية بالنسبة للملاكم الكازاخستاني بكسات سارخانوف، لكن هناك مقاومة من طرف الملاكم المغربي طاهر التمتماني. فهذا اللقاء هو لقاء برسم نصف نهاية وزن 57 كيلوغرام. طاهر التمتماني على الصورة ميدالية نحاسية في البطولة العربية بتونس سنة 92. غادي تخدم لو ماكسيموم، غادي تبقى تضرب شوف لو ماكسيموم غادي تضرب يلا هاتاك شوف لو كونتر دو دووا دي كروشي دو كونتر مارتو حتى غادي يقول لك هذا البطل المغربي شبان سنة 97 و98 ميدالية فضية في البطولة العربية بالأردن سنة 99 ميدالية نحاسية في دوري أوسلو 2000 وميدالية ذهبية في إقصائيات المؤهلة لأولمبياد سيدني بالقاهرة 2000. بالنسبة لبيكسات ساترخانوف فهو بطل كازاخستان سنة 96 وصيف بطل العالم بالأرجنتين سنة 98 بطل آسيا الوسطى بتشقند سنة 99 وأيضا وصيف بطل آسيا بأوزبكستان سنة 90 ويدربه إبراهيم ريمكان. ونتابع الجولة الثالثة من لقاء الطاهر التمتماني. دائما تقدم للكازاخستاني بيكسات بتسعة مقابل أربعة. حذر من طرف طاهر التمتماني لأنه يعرف مقومات قوية للكازاخستاني. يسجل النقطة العاشرة بيكسات ونقطة رقم 11. ملاكم قوي لحد الآن فهو يبتعد عن طاهر التمتماني بثمانية نقاط. والكل يعرف بأن الكازاخستاني من لحد الآن من أبرز الملاكمين اللي وصلوا إلى نصف النهاية. تقدم ل طاهر التمتماني لحد الان ما وجدش الوسيله باش يوجه اللكمه في اتجاه الكازاخستاني تيسجل النقطه رقم 13 لكمات خطافيه. والنقطه الخامسه لطاهر التمتماني ايضا نقط اخرى تزيد وتبان على الكازاخستاني بانه ملاكم جد قوي. 10 نقاط كفارق بينه وبين بيكسات. على اي فهناك مقاومه لطاهر التمتماني الذي يندفع، لكن لحد الان دفاع جيد للملاكم سترخانوف. ونحن نتابع الجوله الثالثه لكمات باليمنى واليسرى بشكل متتابع وبشكل خطافي. نقطه رقم 16 للكازاخستاني والنقطه السادسه لطاهر التمتماني. دائما 10 نقاط كفارق بينه وبين بيكسات سترخانوف. أقل من 20 ثانية على نهاية الجولة الثالثة. دائما تقدم الكازاخستاني ومقاومة للمغربي طاهر التمتماني اللي بصراحة لحد الآن ما لقاش كيفاش يوصل لوجه ديال بيكسات سترخانوف. إذا على بعد ثانية واحدة تنتهي الجولة الثالثة ب 16 مقابل 6 لفائدة الكازاخستاني بيكسات ساترخانوف. الجولة الأولى كانت متكافئة وكانت جيدة بالنسبة لطاهر التمتماني، لكن خلال الجولة الثانية تمكن الأوزبكستاني تنشهدوا أو الكازاخستاني تنشهدوا على الصورة باش يسجل 7 ديال النقاط. وأيضا في الجولة الثالثة سجل نفس النقاط وتتبين بأن اللقاء قوي وصعب. هنا احدى اللكمات الخطافيه لبيكسات ساترخانوف الذي تالق في الجوله الثانيه والجوله الثالثه. فامام الطاهر التمتماني جوله لتقليص فريق النقاط وايضا الظهور بشكل جيد. اذا بدايه الجوله الثالثه ونتمنى كل التوفيق للملاكم المغربي طاهر التمتماني. دائما دفاع جيد للكازاخستاني سترخانوف. لكمة أخرى للكازاخستاني أيضا يرد مرتين بيكسات سترخانوف. ملاكم جد قوي حتى الطريقة ديال الملاكمة ديالو طريقة جيدة جدا
20 نقطة مقابل 7. دائما التفوق للكازاخستاني بكسر ستارخانوف. و طه التمسماني يبحث عن الحل للوصول الى وجه بكسر ستارخانوف. دقيقة 16 ثانية لنهاية الجولة الرابعة. دائما فارق 10 نقاط. الحاليا فهناك مجهود يبذلو طه التمسماني في هذه الجولة الرابعة. وتلاحظ بشكل جلي بان الكازاخستاني بكزات ساتارخانوف بهذه الطريقة الان بشير حكم هو الملاكم لاوفر حظ للفوز بالميدالية الذهبية. على اي ف طه التمسماني لحد الان يقاتل ويبحث عن النقاط لكن يجد صعوبة في ذلك. طريقة دفاعية جيدة لستارخانوف وايضا انتقال جيد. دائما نقطة أخرى يضيفها بكسات. 21 نقطة مقابل 8. أقل من 17 ثانية لنهاية الجولة الرابعة. دائما فارق 10 نقاط. تاهر تمسماني يسجل نقطتين. الآن 22 مقابل 10. وأقل من ثانية واحدة لنهاية اللقاء بتفوق الكازاخستاني بكسر ستارخانوف بحصة 22 مقابل 10. وشاهدنا لقاء قوي وأن الملاكم الكازاخستاني بكسر ستارخانوف يعد الأقوى في هذه المجموعة أي وزن 57 كيلوغرام. على أي فنشد بحرارة على أيدي هذا الملاكم الشاب ليوصل إلى نصف النهاية. أيضا نحييه على الروح القتالية اللي بداها في كل اللقاءات ديالو. وبذلك تظل طاهر التمسماني من أبرز الملاكمين الشبان اللي شاركوا في هذه الدورة الأولمبية وأيضا غادي يستفد من هذه التجربة. ونتمنوا له كل التوفيق في مشواره الرياضي. وتحية أخرى لطاهر التمسماني. إذا أعطيك الخط سعيد. وذلك بعد هزيمته في مباراة نصف النهاية. والواقع أن البطل الشاب قدم عروضا صفق لها الجميع خصوصا وأنه حديث العهد بالتجربة الدولية. توقفت مسيرة الملاكم طاهر التمسماني في دور النصف أمام الملاكم ستارخانوف. هذه المواجهة كانت صعبة بالنسبة لطاهر التمسماني الذي لم يقوى على أرض الضربات باليمنى واليسرى وهي التي أعطت التفوق للملاكم الكازاخستاني خصوصا في الجولة الثانية التي أنهى بتسع نقاط مقابل 4. في الجولة الثالثة تأكد بالملموس أن طاهر التمسماني وإن كانت محاولته في الهجوم تنم عن قتالية فالكازاخستاني بيسكات لم يترك له أي فرصة ليزيد من ضرباته باليمنى واليسرى ومن تحت لوبيركوت لتزيد نقطه في الارتفاع بشكل سريع ليفوز في الأخير بالنقاط 22 مقابل 10. على أي فطاهر التمسماني الفائز بالنحاسة يعتبر من الجيل الجديد الذي يتوفر على كل المقومات ليصبح بطلا في المستقبل. كنطلب من ربي الجمهور المغربي يفرح بهذه الميداليه اللي غادي ندخل بسيطه للمغرب وانا راه جيت متاسف بزاف